وقت بيسمعوا الناس باسمها آخر شيء يمكن يخطر على بالهم هو أنه تكون هالأكلة لذيذة وطيبة، هي أكلة حرق أصبعه. شو أصول هالأكلة ومن وين الشوام جابوا لها هيك اسم؟ تعالوا نشوف شو قصتها. في رواية بتداولوها السوريين أو الشوام بشكل خاص بتحكي أنه من 300 سنة كان في مرة فقيرة جوزها متوفي وعندها صبي وبنت، وكانت هالمرة بتشتغل بتنظيف البيوت لتكسب رزقها وتطعمي هالولاد. وبتضيف الرواية انه هاي السيدة كانت تاخذ مصاريها معها وين ما راحت من خوفه انه يضيعوا، ومرة من المرات طلب منها تاجر بهارات تنظف بيته، وبعد ما خلص التنظيف اجت مرته لتاجر البهارات وعطتها اجرتها وفوق شوال عدس وكيس تمرين. وهي راجعة على البيت تفركشت هالمرة الفقيرة ووقعت على الارض، وبدون ما تنتبه وقع جزدانها يلي فيه المصاري. وقت وصلت على البيت اكتشفت هالسيدة انه ضاعوا المصاري وزعلت كتير لانه ما معها غيرهم لتقدر تطعمي هالولاد اليتامى. وبعد كم ساعة بلش ولادها يبكوا من الجوع، فاضطرت انه تسلق شوية عدس من يلي هدتها يا مرته للتاجر وخلطتهم مع شوي من عصير تمر هندي لتحاول تغير من طعم العدس وتزيد شوية طعمة حموضة. وبعد ما خلصت ركض ابنها وحط ايده على الطنجرة فاحترق اصبعه، ومن هالموقف سمته حرق اصبعه. ومع الزمن بلشت هالحكاية تاخذ صيتها بحارات الشام لوصلت لبيوت الاغنياء يلي صار عندهم فضول يطبخوا هالاكلة ويدوقوها فعجبتهم وصاروا يعملوها دائما. انا هي من اطيب الاكلات يلي بحبها بحياتي. وانتو كمان اكتبوا لنا بالتعليقات بتحبوها لهالاكله.